الأمل والتفاؤل. نشر موقع كيو بوست مقالا لعبد الرحمن الراشد المدير السابق لقناتي العربية والحدث عن السعودية الجديدة. يقول الراشد: إن الأقدار شاءت أن تكون السنوات التي تلت تولي الملك سلمان الحكم سنوات تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة. يرى الكاتب أن التغييرات السريعة للواقع الذي نعيشه تترجم مشروع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في إعادة صياغة مفهوم الدولة على كل المستويات لتكون خارج رياح الفشل والفوضى التي عمت المنطقة. يضيف الراشد أن ذكرى اليوم الوطني السعودي لا تستدعي الحديث عن 90 عاماً مضت من الاستقرار والبناء، بل عن تجربة المستقبل التي بدأت. يعتقد الكاتب أن السعودية الجديدة تمثل ورشة عمل كبيرة تستحق التحليل والمراقبة، لأنها تهتم بمفاهيم متطورة ترسي دولة حديثة قادرة على أن تكون ناجحة علمياً واقتصادياً وإدارياً. يقول الإعلامي السعودي إنه بعد 10 سنوات من الآن ستكون الدولة قد أكملت 100 عام وأنجزت برنامجها التحديثي وانتقلت إلى عالم أفضل. تساءل الراشد: هل يمكن لدول المنطقة أن يكون لها نفس الحظ مثل الدول الغربية أو سنغافورة أو كوريا الجنوبية ومثيلاتها؟ يجيب: نعم، يمكن صناعة الحظ، فهو من عمل أيدينا. أعرب الراشد عن أمله في أن تكون السعودية هي القاطرة التي تساعد المنطقة كلها على التغيير إلى الأفضل، لتنتهي حالة الفوضى والتنازع التي أكلت الأخضر واليابس وحرمت الشعوب من العيش الآمن الكريم.